فترة في توصيات مهمة كنت حضرتك اتكلمت معايا فيها خاصة بموضوع الوكالة اللعيبة، ممكن بس نعرف ايه اللي تم فيها؟ لا ما فيش، احنا يعني في مشروع لائحة جديدة للوكلاء اللاعبين، مش هتبقى اسمها بقى وكلاء اللاعبين، هتبقى اسمها الوسطاء، لان لقوا ان 70% من اللعيبة ما بتتعاملش مع وكلاء لاعبين اصحاب رخص اتحاد دولي، وعلى هذا الاساس يعني اكتر من لعيب بيتعامل مع سواء حد من افراد عائلته، اخوه، والده، حد عنده والدته، عمه، او مكتب قانوني. فعلى هذا الاساس الاتحاد الدولي قرر ان هو يعمل لائحة او ينظم هذا في اطار لائحة ويكون اسمها وسطاء، ومش شرط انهم يكونوا معاهم الفيفا لايسنس او معاهم رخصه من الاتحاد الدولي، لكن لابد بيبقى في نوع من التسجيل بقى في الاتحادات كلها، لان الاتحادات المحليه او الاتحادات اللي هيبقى فيها جاري فيها موضوع الترانسفير او موضوع الانتقال، لابد ان الوسيط والنادي واللاعب لابد يكونوا مسجلين جوه هذا الاتحاد، ويبقى الاتحاد هو اللي بيشرف على الموضوع في اطار القانون او اللائحه اللي هتعملها الاتحاد الدولي، اللي ان شاء الله مسافر يوم الجمعه، يوم الخميس الجاي، عشان هنا اخر اجتماع يوم الجمعه اللي هو هيصيغ اللائحه دي، تمام، يعني اخر حاجه، وبعدين هنبعتها بقى للمكتب التنفيذي ليقره، وبعدين يتعرض على الكونجرس باذن الله السنه الجايه عشان يقره ان شاء الله. جدا يا كابتن، بالنسبه لقطاع الناشئين ومواسير حول اخوانه قطاع الناشئين، وقلت لا انت حضرتك قلت هيكون في قرارات راضعه وفي قطع رقاب. بالظبط انا سمعت حضرتك. لا اي حد، احنا النادي الاهلي ضد السياسه في الرياضه من على مر السنين، وانا قلتها يمكن وشرحت والدي اما كان رئيس رحمه الله عليه، لما كان رئيس النادي الاهلي، بالرغم ان والده وهو جدي كان من اكثر الناس الوفديين، ويمكن مات دفاعا عن الوفد، اما فؤاد باشا سراج الدين والدي كان رئيس النادي، طلب منه ان هو ازاي ما يبقاش في حزب الوفد، قال له انا بمثل المصريين وبمثل كل الاطياف، ولا بد ان السياسه تطلع بره الرياضه، طول ما انا جوه النادي الاهلي انا ليس سياسي وليس لي دعوه بالسياسه، وهو ده نهج النادي الاهلي، واحنا ممنوع اي حد يتعامل في او يدخل السياسه في رياضتنا. تواصلوا معايا من خلال جروب التواصل مع الكابتن